أهلا بكم. ما أشارت توقعات صندوق النقد الدولي إلى اتجاه الاقتصاد العالمي لتحقيق نسبة نمو 4.9% خلال العام 2022 مقارنة ب 5.9% في العام الماضي. فما هي السيناريوهات التي يطرحها صندوق النقد الدولي للعام الجديد والتي ستؤثر على معدلات النمو في هذا العام؟ نتحدث اليوم وينضم إلينا من واشنطن السيد ملهار نابار، رئيس قسم الدراسات الاقتصادية العالمية في قسم البحوث بصندوق النقد الدولي. أهلا بك معنا سيدة ملهار. قدمتم توقعات منخفضة لعام 2022 تراجعت إلى 4.9% مقارنة ب 5.9% في 2021. إلى أي مدى القيود التي استجدت فيما يخص أوميكرون ستساهم بعرقلة معدلات النمو بشكل أكبر مما شهدناه في العام الماضي؟ لقد خفضنا توقعات النمو الاقتصادي إلى 4.4% للاقتصاد العالمي، أي 0.5% أقل عن التوقعات السابقة في أكتوبر. هناك بعض الأسباب التي أدت إلى هذا التخفيض. يبدو أن ذلك قد تراجع للولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، في الولايات المتحدة، لأننا انتقلنا في الافتراض الذي كان لدينا من قبل فيما يتعلق بأن يكون هناك حزمة تمويل أفضل، وهذا أيضا يتعلق باستمرار توقف سلاسل التوريد بأكثر من المتوقع، كما كان هناك أثر بسيط بسبب متحور أوميكرون والذي من المتوقع أن يؤثر على الأنشطة في بداية هذا العام. بالنسبة للصين، التخفيض كان بسبب استمرار التوترات في قطاع العقارات. نتوقع أن الاستثمارات في العقارات سوف تتراجع بشكل كبير في عام 2022 عما توقعنا من قبل. كما نرى تراجع الاستهلاك في الصين ويتباطأ أكثر من المتوقع، وهذا ما يؤثر أيضا على سوق الوظائف الذي يشهد تراجعات بسبب قيود الحركة عندما أصبح هناك اندلاع لمزيد من الفيروسات. إذن كما أن متحور أوميكرون يؤثر على الأنشطة، وأيضا هذا سيؤثر في الربع الأول من العام لأنه سيكون هناك نقص في العمالة ومزيد من القيود المفروضة، ولكن سوف يتراجع هذا التأثير في الأربعاء القادمة وسيكون النمو قليل بالنسبة لهذه الاقتصادات. نعم، لكن مع هذا التباطؤ الذي تتوقعونه بالنسبة للقطاع العقاري بالصين سيد ملهار، إلى أي مدى قد نشهد تراجع بمستويات التضخم سواء في الصين أو حتى على المستوى العالمي بالفترة المقبلة، والتي قد تنعكس أيضا على مستويات ومعدلات النمو؟ لقد شهدنا ضغوط تضخمية يتوسع نطاقها في الكثير من الاقتصادات والكثير من القطاعات، والأسباب تعود أن الأمور تختلف من بلد إلى بلد، وذلك بسبب عدم توازن العرض والطلب، وأيضا تعافي في السلع، وأيضا كان المعروض متراجع، وهناك بعض الأماكن التي تأثرت بزيادة أسعار السلع وأسعار الغذاء. إذن هناك مزيج من هذه العوامل والتي تؤثر على ارتفاع التضخم في الكثير من الدول. بالنسبة معدلات التضخم في الصين ليست مرتفعة كما شهدنا في الكثير من مناطق العالم. أسعار المنتجين قد ارتفعت بسبب الزيادة في أسعار الطاقة وأسعار السلع، ولكن لم يتم تمرير هذه الأسعار إلى أسعار المستهلكين بشكل كبير. إذن أسعار الاستهلاك والتضخم الاستهلاكي في الصين ليس بالكبير في الصين. إذن نتوقع أن الضغوط التضخمية سوف تظل مرتفعة هذا العام خلال عام 2022، ولكن سوف تتراجع أيضا مع
تراجع المشكلات التي تتعلق بعدم التوازن بين العرض والطلب، وأن يكون هناك اعتدال في الطلب. وأيضا نتوقع أن أسعار الطاقة وأسعار الوقود وأسعار السلع أن تنمو بوتيرة متباطئة في عام 2022 كما شاهدنا في أو أكثر مما شاهدنا في العام السابق. توقعات التضخم ستكون أيضا جيدة، وهذا ما سيسمح للتضخم بأن يتراجع وأن يعتدل، وذلك بسبب اعتدال العوامل في عام 2022. ولكن هناك الكثير من التوترات التي تتعلق بهذا الأمر والتي تتعلق بالوباء والجائحة والتي تؤثر على توقعات النمو وتوقعات التضخم. حتى الآن ما هي نظرتكم سيد ملهار يعني للأثر المرتقبة للسياسات النقدية التي بدأت تنتهجها البنوك المركزية وسحب للمحفزات التي قدمتها في الأعوام السابقة؟ إلى أي مدى سيكون لها تأثير على معظم القطاعات الاقتصادية حول العالم برأيك؟ فيما يتعلق بالسياسة النقدية والبنوك المركزية التي بدأت في رفع معدلات الفائدة، شاهدنا أيضا تغيير في السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة. بنك إنجلترا رفع معدلات الفائدة في ديسمبر، الفيدرالي الأمريكي أشار إلى أنه سوف يسرع من وتيرة تقليص برنامج شراء الأصول، وأيضا قام بتمهيد الطريق لأن يقوم برفع معدلات الفائدة، وهذا ما قاله. إذا كل هذه التغييرات التي شهدناها في السياسة النقدية حول العالم هي استجابة للبيانات الصادرة والتي تشير إلى الضغوط التضخمية والتي تتسع. وطالما أن هذه التغيرات موجودة من قبل البنوك المركزية والتي توفر خطابا واضحا فيما يتعلق بالتضخم ونظرة مستقبلية للسياسة النقدية، وأيضا التجديد نفسه يسير حسب البيانات الصادرة، فإن هذا سوف يقلل من مخاطر أي تغيير في الأسواق المالية. ولكن كما ذكرت هناك الكثير من عدم اليقين فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للتضخم، وإذا كان المعروض و توقف المعروض قد استمر، وإذا ما بدأنا في توقعات التضخم قد ارتفعت والأجور بدأت ترتفع بشكل كبير، كل ذلك سوف يؤدي إلى سرعة لتجديد السياسة النقدية أكثر مما تم الإعلان عنها حتى الآن. وعندما يكون هناك تغيير في هذا الخصوص فإن هذا قد يزيد من مخاطر زيادة تكلفة الإقراض والظروف المالية، وأن يكون هناك أيضا ضعف في الأسواق الناشئة لا سيما من قبل المقرضين والذين سوف يخضعون لهذه الضغوط بسبب التجديد في السياسة النقدية. هذه واحدة من المخاوف التي أشرنا إليها في التقرير، وهذا ما نراقبه عن كثب. نعم، لكن بالمقابل ما هي أيضا التوجهات حتى الآن لتعامل الدول مع مستويات الدين التي بدأت تصل إلى مستويات قياسية سيد ملهار؟ هل كل الدول اليوم قادرة على التعامل مع مستوى الدين لديها في ظل هذه الظروف؟ كما هو معروف مستويات الدين قد ارتفعت في العديد من الدول نتيجة للجائحة، فهناك تراجع في عوائد الضرائب، وأيضا هناك تباطؤ خلال عام 2020، وكان هناك زيادة في الإنفاق الذي يتعلق بالجائحة، وهذا ما زاد الديون في الكثير من الدول حول العالم، وذلك خلال العامين الماضيين. الوضع بالطبع مستقبلا سيكون صعبا لهذه الدول التي عليها أن تتعامل مع الظروف المالية الصعبة، وسيكون هناك احتياج لمواجهة التطورات الاقتصادية والاجتماعية واحتياجات قطاع الصحة وكل ذلك.
إذن هناك الكثير من الاحتياجات الخاصة بالإنفاق مع هذه الظروف الخاصة بالإقراض التي قد تنشأ بعد ذلك والتي قد تؤثر على هذه الدول وتؤثر على مستويات الدين العالية في كيفية التعامل مع الطلب والاحتياجات التي تساعد اقتصاداتها. إذن ما يمكن للدول أن تفعل في ظل هذه الظروف وما يمكن للمجتمع الدولي أن يتعامل؟ فعلى المستوى المحلي من المهم بالنسبة للوقت الحالي أن تكون الدعم أو تكون إجراءات الدعم التي تتعلق بالجائحة والإنفاق في رعاية الصحية أولوية، وأن يكون هناك إنفاق للإحتياجات الاجتماعية، وأن يكون الإنفاق الخاص بالإعانات ينبغي تخفيضه. وفيما تعلق بالإيرادات ينبغي وأن يتم تعزيز الالتزام والامتثال فيما يتعلق بالضرائب وذلك لتحسين الإيرادات، وهذا ما سيخلق مساحة على المستوى الداخلي. ولكن أيضا سيكون من المجدي أن يكون هناك تمديد للاستحقاقات الدين وذلك لتخفيض المخاطر لعدم الإيفاء بالديون. وعلى المستوى المحلي هذا سيساعد على مواجهة بعض هذه التحديات وتحمل الاقتصاد عالميا. وعلى المستوى العالمي كما تعلمين كان هناك جهود كبيرة مبذولة لضخ بعض السيولة في الاقتصادات التي تعاني من مشكلات، وكان هناك إقراض وبعض الإعانات وبعض رفع الديون عن بعض الأعضاء، وأن يكون هناك تمديد لخدمة الدين في مجموعة 20 وذلك خلال عام 2021، وهذا ما وفر بعض الإعانة الخاصة بالسيولة لبعض هذه الدول. ولكن لبعض الدول الإغاثة الخاصة بالسيولة لن يكون ذلك كافيا، لذلك صندوق النقد الدولي يدعو إلى إجراءات سريعة من قبل مجموعة 20 والتي توفر آليات لحل مشكلات الدين. والدول التي تسعى إلى ذلك تطالب ببعض التنشيط لهذه الآليات. إذن هذا سيتطلب جهود على المستوى المحلي وعلى المستوى العالمي لمساعدة هذه الاقتصادات الضعيفة لمواجهة هذه الأوقات الصعبة. نشكرك سيدة ملهار نبار رئيس قسم الدراسات الاقتصادية العالمية في قسم البحوث بصندوق النقد الدولي، كنت معنا من واشنطن. شكرا لك. Thank you very much. نشكر لكم حسن المتابعة. نهاية المقابلة الخاصة لهذا اليوم، إلى اللقاء.